معانا عبر الهاتف من الامارات زميلنا المميز جدا هاني عبد الصبور الناقد الرياضي، يقول لنا كواليس ما حدث ما بعد المباراه وتحديدا الموقف بالنسبه لمحمود متولي. يا هاني مشرفني ومنورني. حبيبي يا كريم، سعيد دايما اني بكون معاك. اخبارك ايه؟ قول لي الاجواء ما بعد هذه كله المباراه. تمام الاجواء. ابدا بس قبل الاجواء، انت ذكرت في مقدمتك ان كولر بيقول لك الصبح الصبح تاني يوم بيطلبوا البطوله جديده. صح. لا ده هم بيحتفلوا بالسوبر، يعني ما كانش لسه اللعيبه اصلا احتفلت، اطمنوا على متولي، قالوا افريقيا ابطال. قبل المدرجات على طول، ما استنوش للصبح. ايوه الجمهور ما بيهزرش بصراحه، الله يكون في عون طبعا اي حد بيدرب النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، بس برضه هم محظوظين بالجمهور العظيم ده. يعني طبعا سر انتصارات كتير للنادي الاهلي، وكولر مدرب يليق بشخصيه النادي الاهلي لانه تفاهم الوضع سريعا، حتى كلامه في المؤتمر الصحفي كان واضح وكان عارف ازمات النادي الاهلي في الفترات السابقه. ان اتكلم عن التدوير، قال لك انا معايا 34 لاعب كلهم زي بعض، كلهم ثابتين، كلهم يقدروا يلعبوا في اي وقت، ما عنديش لاعب اساسي ولاعب احتياطي. بالنسبه لمحمود متولي اللي هو كان يعني اللي كان هيعكن اليوم كله او يضايق الناس كلها، الجماهير المصريه كلها بمختلف ميولها، كانت خبط كده في خلف راسي وسقط في ارض الملعب، لكن الحمد لله جاله شبه ارتجاج كده في المخ، وهو في اللحظه اللي بكلمك فيها متواجد في احدى المستشفيات القريبه من فندق الاقامه للخضوع لبعض الفحوصات قبل التوجه الى مطار ابو ظبي للعوده. البعثه هترجع ان شاء الله النهارده الفجر الساعه 5 الفجر باذن الله بتوقيت الامارات. الحمد لله ان شاء الله يقوم بسلامه ويكون راجع مع الفريق بسلامه. النهارده نادي بيراميدز بعد المباراه ان هو هيقدم احتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم المباراه. ليه؟ احنا يمكن على الشاشه التلفزيون شفنا المباراه الى حد كبير تحكيميا مشيت بشكل مميز جدا. بالفعل انا بعيدا عن بعض الاشتباكات اللي حصلت وبعد بتحصل انا قلت انها بتحصل مرفوضه بس بتحصل، تحكيميا المباراه ما كانش فيها اي اخطاء مؤثره طبقا للي شفناه واحنا في ارض الملعب. اعتقد التحكيم النهارده قدم مباراه مميزه، لكن نادي بيراميدز شايف ان هو كان عنده بعض المشاكل النهارده مع التحكيم، وقال لك ان الحكم ما حماش لاعبتنا وساب لعيبه المنافس يقصد بها النادي الاهلي ان هم يتعمدوا الخشونه مع لعيبه بيراميدز دون اي بطاقات صفراء او حمراء، وكان شايفين ان ضربه الجزاء محتاج يرجع فيها الحكم لتقنيه الفار، لان بحسب كلامهم هي مش ركله جزاء بالنسبه لكلامهم. وبالتالي الكابتن هاني سعيد انتقد التحكيم يعني وقال ان ممكن نقدم شكوى خلال الايام المقبله لاتحاد الكره، وده كان كلام باتشيكو في المؤتمر الصحفي، ما قالش صراحه لكنه لمح لكده وقال لك دلوقتي انا عرفت ليه نادي الزمالك اعتذر عن المشاركه، وكمان اتكلم عن فكره ان هو مش عايز يهاجم يتكلم عن التحكيم عشان ما يدخلش في مشاكل مع اتحاد الكره، لكن في النهايه الاهلي فاز بالسوبر والمباراه مرت بسلام لولا بعض يعني المشاهد اللي ما كناش نتمنى انها تكون موجوده وما خدتش اوقات طويله، لكن في النهايه المباراه مرت بشكل جميل جدا، والاخوه هنا الاشقاء في الامارات مبسوطين جدا 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 بالمباراه وشايفين ان هم نجحوا في التنظيم، وبيتمنوا ان البطوله المقبله من السوبر تكون يعني طبعا هنشارك فيها اربع انديه تكون افضل ويكون التواجد فيها بشكل افضل. طيب. بالنسبه لانديتنا او للجماهير المصريه. هاني سؤالي اللي جاي دوت هو حدث اثناء المباراه، فما اعرفش الحقيقه اتكلمت مع مسؤولي او الجهاز الفني للنادي الاهلي ولا لا، بس اثناء المباراه الكاف اعلن رسميا ان النادي الاهلي هيواجه الترجي في المباراه القادمه في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا دون جماهير الترجي على ملعب رادس. هل كان في اي ردود فعل في الجهاز الفني او في اداره النادي الاهلي حول هذا القرار؟ بعد المؤتمر الصحفي سالت كولر، كان تقريبا الخبر طلع وفي الوقت اللي كان بنعلن فيه يعني كان الاهلي بيتم تتويجه بالسوبر، سالت كولر بعد انتهاء المؤتمر الصحفي بشكل شخصي عن رايه في القرار، فابتسم وقال لي لما نرجع القاهره نشوف ونتكلم النهارده السوبر، سيبنا نحتفل. عظيم. الزميل العزيز هاني عبد الصبور الناقد الرياضي مميز كعادتك وكواليس مهمه جدا ما بعد هذه المواجهه الكبيره بين الاهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري.